بتتذكر يوم 29 تشرين الأول وقت تقاتلنا بالمي وتبللوا كل تيابنا وكان عنا محاضرة ورحنا على المدينة الجامعية وتسطحنا على العشب؟ ايه طبعا بتذكر كتير منيح لأنه وقتها كنا فرطانين من التعب وكنا رح ننام على العشب بس اجت بعدين خالي نجلة وما سمحت لنا. ايه وانت اتضايقت كتير لأنه أمي ما قبلت. طبعا بدي اتضايق منها لأني كنت بدي اتصل بالمرة المسكينة وإلا يا خالي نجلة نحن بأول عمرنا وبدنا نعيش حياتنا. ايه ليك دنيا بأول عمرها يعني إذا هلأ ما راحت على الحفلة إمتى بدها تروح؟ صباح الخير. صباح النور. خيانة لك هاي كانت لعبة لك وأنا عم أقول لحالي من وين طلع هجنان كله من عند الصبح. إيه تمام تمام يلا بلا طول سيري هلأ إذا حابب تبقى بذاكرة بنتك يعني على القليلة حاول إنك تكون قريب منها وتفهمها أكتر بهالمرحلة مثلا هي شو بتحب وشو بتكره لحتى توثق فيك وتحبك أكتر. بهالحالة لازم تكون بالبيت على الساعة 8. ايه بس ليك الحفلة رح تبلش ساعة 7 ولا العشرة؟ بهالحالة لازم تكون بالبيت على الساعة 9. 9:30. الذين يملكون قواعد وقوانين صارمة هم أنفسهم الذين يقعون وينكسرون أمام أصغر المشاكل. إذا كنت تريد أن تحتفظ بشبابك تعلم المرونة. والله غريب يعني المرة هي كانت بدها تهرب بس مشان ما تزعل جوزها مثل الأفلام. صحيح جيهان اتصلت قال أنت عامل لغسان بيك تحاليل ما بتلزم. شو يعني الزلمة كذب بخصوص مرضه والغلط مو مني أنا. معه حق هو ما غلط بنوب. ما بدي زعل كينان أنا بس عم خبره. مو بس ملك غسان هو اللي طلع الكذاب لازم نخبرها لمرته أنه كان عم يكذب عليها بخصوص مرضه. بعدين أكيد لازم تعرف أنه إجا وقتها على المشفى مع صاحبته. ماشي لا معقول نخبرها هيك شغلة؟ نحن ما بتخصنا حياة الزلمة الخاصة من دون إذن الشخص نفسه ما فينا نخبر شي لحدا أبدا يعني الوضع متعلق بصحة مريض تابع للمركز. ماري كمان مريضة بهذا المركز معقول مريض عم يلعب بسعادة مريضتي؟ لك معالجتي اللي استمريت فيها سنتين بمعاينة وحدة راحت على الفاضي. طيب بلكي بتزبط العلاقة بيناتهم يعني في ناس رجعوا لبعض بعد ما انفصلوا صار لهم سنين مستمرين مع بعض مثل اللي عنا مثلا. ماري وغسان ما فيهم يستمروا. انت كمان ما ضل عندك شيء اسمه حدود يعني فيكي تاخدي هيك قرارات بتتعلق بحياة مرضاك. يعني هذا زواج مضر كتير وبعدين من كتر ما الزلمة عم يأذيها للمرأة ماري بلحظة غضب ممكن تساوي بحالة شيء. بعدين إذا بدك تضغط على إنسان لهالدرجة هاي إلا ما يجي يوم ويطلع عن طوره. وهذا رأيي إذا المرأة استمرت معه من دون ما ترغب فيه يعني بالأول ولا بالآخر يا جماعة حتكره حالها وتكره زوجها كمان. لا عفوا يعني أنا ما قلت هيك أبدا مشان زواجنا نحن. شوفي دنيا تركت درس البيانو بس أميرة ما كانت عم ترضى تقلي اللي صاير وما قالت إنه هي أخدت هالقرار لحالها لأنه هي بتعرف غلطها بس لو كنت دريان بوقتها. إلا تكبر القصة هي كمان زعلانة حتى هي مهاين عليها وقال رح تحاول تحل الموضوع. صارت الساعة 8:30 وين لهلأ هالبنت؟ وإذا صارت 8:30 والبنت ما أجت لهلأ؟ إيه نحن قلنا لها 9:30. إيه بكفي 9:30 وزيادة كمان أنا رح خبرها أني جاي أخذها هلأ. ما بصير لو سمحت تترك هالموبايل من إيدك نحن وعدنا البنت. هذا بسببك أنت ضحكتي علي وأنت ورطتيني. لا مشان الله لا تعمل هيك دنيا بنت ما بينخاف عليها يا أما أنت ما عندك ثقة بنتك. ما فيني أوثق فيها أنا أبشغلتي أني ما أوثق فيها. آه بس ما كنت تقول هيك لما أمي كانت تعمل حظر لي. إيه نحن كنا رح نتفرج على النجوم ما كنا رح نحرك إيدينا مثل هالوقت هاد. إيه تمام زمانهم هن غير زماننا. أخ ضلوا هدوك النجمات جواتنا. ليش حسب أنا مو شايفة لسه في نجوم كتير بالسماء. إيه في والله منيح اللي ذكرتيني لسه في نجوم كتيرة ولسه في عشب كمان. طيب ليش ما عم نقدر نشوفهم؟ ليش برأيك؟ ليش ما عم نقدر نشوفهم؟ النجوم دايما هنيك مكانها بس ما تنسى أنه ترفع راسك لفوق لأنه هي هي الحياة تفتح شبابيك جمالها للي بيعرف كيف يحبها. لك يلا يا بنتي ردي بقى ردي ولا تخليني اندم يا دنيا. ألو ألو أنا اتصلت بدنيا مين حضرتك؟ أنا رفيقة ودنيا مزاجها معكر شوي وما بدي ترد على التليفون. حضرتك بتكوني خالتها؟ وين دنيا؟
من شوي راحت لبيت امها وصار معها موقف مزعج وهلأ هي معصبة كتير. ليش شو صار؟ لقيت ام قاعدة مع حبيبة بالبيت ودنيا انصدمت من هي القصة. طيب اسمع يا ابني، فيني اطلب منك طلب لو سمحت؟ يعني فيني اوثق فيك؟ بدي اياك تجيب دنيا لعندي على البيت فورا. ايه خلص لا تقلقي، بعد شوي بتكون عندك. طيب ماشي، مع السلامة. ليكي صارت الساعة 10 ولهلأ ما اجيتوا، تليفونها مشغول كمان. ايه طبعا، لأنها كانت عم تحكي معي. ليك جاية على الطريق. من وين جاية؟ قديش إلا طالعة وكيف رح تجي؟ مين رح يوصلها؟ لك ايه طول بالك شوي، رح تجي بالتاكسي. متخانقة مع رفيقتها المقربة لهيك مزاجة معكر شوي. إذا متخانقة لازم تطنشنا، يعني نحن قلقانين عليها. خلاص اهدى شوي. شو بدي قلك، بس ترجع دنيا في مجال تضل عندي الليلة؟ ماشي ماشي، ما رح أصب عليها، لا تاكلي هم هالشي. لا لا ما حكيت مشان هيك، أنا قلت من دردش شوي لأنه البنت مزاجها معكر. يعني مو الجيران بيطلبوا ملح من الجيران؟ وأنا كمان بدي أطلب بنت. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير نسري. صباح النور. اتصلت هلال خانم وبعد شوي جاي لعندي. ومريضتي ليش لحتى تيجي لعندك؟ مو مشانها هي، مشان بنتها مينا ضاربة ايدها من جديد. كمان مو هديك المرة كانت ضاربة ايدها؟ بلا. بدي لي بشارة نوال، رزان رح تجي على الفحص اليوم. يا سلام يا فرحتي، عندها 4 أولاد وهلأ حامل بالخامس، وأبوهن أضرب من الأولاد، هلأ بيقيموا الدنيا وبيقعدوها. تماما، هاد طلب نوال انه تسمع الصريخ الصغار. وملكة النكد جيهان خانم جاية كمان اليوم، ما هيك؟ صحيح، ليش هيك نكدية؟ يا ترى عيلتها كلها هيك؟ لا أبداً، عندها بنت مثل السكر ما بتشبه أمها بنوب. إذا خلصتوا فاصل اللعي شو رأيكم بلش بالاجتماع؟ بعتقد إنكم بمشفى ولازم نشتغل. اسم المشروع طفلك بإيدين أمينة. حالياً في قلق بخصوص زيادة الأطفال الغير مرغوب فيهم بسبب القوانين المفروضة ضد الإجهاض، ولهذا السبب نحن رح نبلش بإجراء نموذجي، والمشفى الغربي رح يساعدنا بهالموضوع. والتطبيق كيف بده يكون؟ الأمهات الرافضين لأطفالهم بيتصلوا فينا والمشرفين بيحولوهم لعند الدكاترة المختصين. طيب تليفون واحد كافي لهيك شيء؟ بهال 48 ساعة اللي قدامنا كل المكالمات رح تتحول لهذا التليفون. لهالسبب حاولوا ما تبعدوا كتير من هون أو حتى تبعدوا عن بعضكم. يعني اللي ما بدهن الطفل هن بيتصلوا؟ أساساً بيكونوا عم يولدوا، يا أما بيتصلوا من بيت رفقاتن أو بيتصلوا من حمامات المدارس، وما رح يروحوا على المشافي لأنهن رح يضطروا يعطوا اسمهم للمشفى. ومن بعد ما يسلموا الطفل شو بيصير؟ بتجيبوه لعند الدكتور عمر وهو بيفحصه. لنفرض أنه الطفل سليم، بعدين شو رح يصير؟ وقتها بتتصلوا بالخدمات الاجتماعية. والأهم من هاد، لا تنسوا الأساور، واحدة للأم وواحدة للطفل. وإذا الأم حبيت أنه تاخد الطفل فقدامها 6 أسابيع بس، وإذا ما أخدته فبيكون بإيدين أمينة. وإذا عندكم أي استفسار سألوني. يلا يعطيكم العافية. عمر الأميرة النائمة كان قصير والشريرة رجعت من جديد. بدل ما تتمسخر لازم تقدر هالشي لأنه فيها خير للكل. يعني أنت بتقدريها لجيهان؟ ولا ليكون عندك شي علاقة سرية؟ أساساً قلبي حاسسني إنك عم تعيشي علاقة سرية. هيك حملتي حالك شغل صعب، بس ما تندمي بعدين. لا تخطيت هديك المرحلة أكيد، أنا ما رح أتذكر المأساة وفوت بكآبة. ليش أنا حاسس إنك رح تعيشي مشاهد الفراق الدرامية بين الأم والطفل؟ شو هالتفكير الإنساني والحلو يا كينان؟ جمالك هو أعطاني هالتفكير. يي انسي
نسيت انه امي جاية لعندي المساء ولازم لم البيت، تركته مكركب. خالي نجلة رح تجي؟ لكان خلينا نتعشى سوا وانا بدي اشوفها كمان، وبعدك ما بلبس البوط بالعكس. خلص ماشي بلا هبل. تليفونك عم يرن؟ هذا تليفونك يا زكية. هاد اللي عطتني يا جيهان خانم. الو، خط طفلك في ايدي امينه.